ومع فضيلة القارئ الشيخ عبد الرحمن إبراهيم فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام يا رب لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين يا رب آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون
فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يا رب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ليظهره على الدين كله. يا رب ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستولظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما يا رب وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما صدق الله.